هلا بدي اسالك سؤال. نعم. هالبيت هذا كله بغرفه هي الا؟ لا شو الي استاذ، انا بس الي هاي الغرفه. نعمة كريم سياحي ولا عادي؟ لا استاذ عادي، نفذنا فيها قبل ما تصير هاي العقود السياحيه. بعدين استاذ يعني معقول واحد يكون ببلده غريب؟ انا ايطالي شيء؟ عاو انا من الصين؟ تايواندي؟ لا من زيمبابوي؟ ايه ها مشان ايش العقود السياحيه لكم؟ ايه استاذ بتحب نقعد جوا ولا برا؟ كل محلاتكم خير وبركه. يا ميت اهلا وسهلا، شرف شرف استاذ شرف، تفضل يا حله البركه. اهلين بابا، شايفتك رجعت بكير اليوم. ايه ابي لسه ما طلعت من باب الدار، سفقت الاستاذ بالبسكليت وسخنا له ثيابه. اهلين وسهلين، بقول لحالي بشربوا فنجان قهوه من هول ايه من برطلو مشان ما يشتكي علينا. اهلين استاذ. اهلين وسهلين. الحمد لله على سلامتك استاذ. الله يسلمك. مدام ولا مدموزيل؟ لا هاي بنتي مناول، مدموزيل لساعتها. الله يسلمك مدموزيل. كيف قهوتك استاذ؟ قهوتي من ايدك كيف ما كان بشربها استاذ. انا ضربتك بالبسكليت شو قتلت لك قتيل يعني؟ خير شو في؟ ما بصير عم تسالك شو قهوتك. قول لها يا ساده يا وسط دغري فتحت لي باب الغزال. ساده او وسط فوتي انضربي. قال لك ساده لك فوتي لك منال نعمه فوتي نقعد جوا استاذ اذا بسمح امرك. لا هون ابرد. لا ايه فوت لجوا عندي مروحه فوت لهوي له. ايه تفضل تفضل. اهلين استاذ تفضل. شرف شرف عود. شو شايفك زعلت مني؟ لا شو قص لك يعني؟ عيب استاذ قاعد عم بطبق البنت قدامي. بركي نيتي حسنه. على راسي نيتك حسنه بتروح تجيب اهلك يخطبوا لك اياها. اهلي عطوك عمره. اخي عمك خالك كمان عطوك عمره. لا اله الا الله وينك؟ ما الك غير تحكي مع ابوها وساعتها غازل البنت على كيفك. مو مشكله انا طالب ايد يعني ما اطلع معي. انا طالب ايد بنتك الي. لا لسه ما شفتها. شفتها. طيب ما بدك تتعرف عليها؟ مو مشكله، المنيح ببين من عيونه، بعدين اكيد هي اصيله وبنت اصيل. اخي على راسي بس نحني ما بدنا نعرف مين حضرتك، شو بتشتغل، يعني شو اصلك، شو فصلك، دكتور مثلا، مهندس. انا اسمي عفيف، مخلص تجاره واقتصاد وهلا عم حضر للدكتوراه بايطاليا. يا سلام، معناتها استاذ انت من عيلة كبيرة؟ لا كبيرة ولا شيء، اسفت منكم بعشر مرات، بس انا بنيت حالي بحالي. شو قلت؟ من بيت ايش حضرتك؟ من بيت ابو فليفلي. ابو فليفتي؟ حدي ولا حلوة؟ حلوة مثل القطر على شرش حدودية. يا سلام، معناها خضرة. حمرة مثل الدم على شرش خضار. شو قلتوا؟ انا بيشرفني بس ما بدي بالاول اسال المدموزيل بنتي مناول، بلكي ما بتحب الفليفي. شرف عود عود. تفضل استاذ. يسلموا. هي استاذ استاذ لك شبك. ايوه عمي. وين عيونك طايره؟ بالارض. بتعرف الواحد بهيك مواقف بيخجل. ايه صدقتك صدقتك البعيد. ايه عيونك طايره لفوق عمي. هي اجت منال. منال ابي لك منال. الاستاذ بده يحكي معي بموضوع على طالب ايدي. موافقه. لك يا بلاكي بقرف رقبتي. قال موافقه. ما كنت بدك تعرفي من هو شو بيشتغل؟ مثل ما بدك. لك مو مثل ما بدي انا ابي، مثل ما بدك انت. بس انا بعرفه منيح. تعرفت عليه هلا قصدي. قولي منال؟ ولا؟ اوعى تكون بتعرفه قبل هلا ها؟ عمي انا ما بدي كذب عليك، وانا بحياتي كلها ما كذبت. انا بعرفها لمنال. منين بتعرفه ولا؟ منين بتعرفي ولي؟ عمي مرة كنت مارق من هون، شفتها من هذا الشباك. عجبتني صرت اتردد. صار بينكم حكي ولي؟ شو حكي ما حكي؟ شو هالحكي عمي؟ أول مرة بسمع فيه صوتها اليوم. معناتها خليني أفكر بالموضوع. عمي شغلة ما بدها تفكير. أنا بعد بكرة مسافر لإيطاليا، مو راجع بسنة.
إذا موافق خليني ظبط له أوراقه وآخذها معي، إذا مانك موافق خليني ظبط أموري وأتيسر. شو قلت؟ على كل الأحوال أعطيني مهلة لبكرة. ما بقدر أعطيك مهلة لبكرة، اليوم بدي ظبط أوراق المحكمة ونزلها على خانتي بجواز السفر، وبكرة بدي ظبط لها جوازها، وبعد بكرة بدنا نسافر. شو قلت؟ طيب الأوراق تلحق تخلص اليوم مشان المحكمة؟ الأوراق جاهزين. أوراقك أنت جاهزين، أوراق منال؟ أوراقي وأوراق منال جاهزين. مين جهزهم؟ عفيف. ليه؟ على حساب ما بتعرفوا بعض وما في حكي بيناتكم؟ هي رح تعمل لي قصة. وين رايح؟ راجع. ولي منال؟ بحساب ما في حكي بينك وبينه، بحساب ما بتعرفي بيه. ابي هات لبس ايدك، هات لبس ايدك، هات لبس ايدك، ما احسن ما تضل تحت رحمة تاني. مو انت قلت لي بدك تجوزني يا مهندس يا دكتور؟ هي اجا دكتور وعلى ايطاليا. ابي بايطاليا في معكرونة. عمي انا ما سويت شي غلط، انا جهزت الاوراق، اذا بدك توافق كان بها، ما بدك توافق هاي الأوراق. تفضل حرقهم بإيدك كأن شيئا لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. منال أبي قومي البسي، قومي قومي يا أحلى أب بالعالم. نجيب لنا شي سيارة بطيخ. لك انت كل ما بتقيم ايدك على رجلك بتقلي سيبت البطيخ والبطيخ، يعني اشتغلنا بالبطيخ وخلص موسم البطيخ، شو بدنا نشتغل؟ بالبيتنجان. خلص البيتنجان. بنرجع على البطيخ. يبليك بقتلك انت والبطيخ والبيتنجان. لا خلي انت ليش هيك ذكي؟ انا عم بحكي انه الخضرة بشكل عام نشتغل فيها، بس انا ذكرت هدول الاثنين لاني بحب البيتنجان والبطيخ. حط لك العطل لايديك، لا لا سيدي مولا. رد قرصي. ويييي اطلع يا قتلة. بلاك قرصك شي، ليش جايين مبكرين؟ أمي بطلنا مصلحة زبالة. لك الشباب مثل الفلة، نحن نقضي وقتنا بين المزابل، خلاص بطلناها. لك شو بدكم تشتغلوا؟ بالبطيخ. يا بالبيتنجان. وين بدكم تبيعوهم؟ ننبسط هون براس الحارة. يا بآخر الحارة. شو هالقب اللي عندي؟ كان رح يعملنا إياها شغلة إنه حكينا مع بعض. شو صار يعني؟ كيف لو غلطنا وقلنا له انه كنا نطلع على قاسم؟ ابو جنانه جن. قالوا لي جن وانا رايح كنا حبابي يما يا يما، نار بروس هادي جبالي. اوف 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 حبابي يما خطبوني، راحوا بعيد واخذوني وبعدوا حبنا على بالي، نار بروح الجبال. قالوا لي جن وانا رايح كنا حبابي يمه يا يمه. وبالضيعة بيرضوا يعطوك ببلاش؟ مو ببلاش مرت عمي، بس على حساب لما نبيع بنسدد لهم. ايه ما حدا بالبلد كله معه راس مال. لك لمين هالبهرجة كلها؟ لك قطع خطبت هاني، ما بده كل هالبهرجة. مو لهاني فشل. لمين لكان؟ عريسي دكتور مسافر على إيطاليا، وبعد بكرة مسافرين سوا. لك شو بدك بإيطاليا؟ ما في من وراها إلا البلاوي. سأليني لي أحسن من بلاوي هاني. فيها معكرونة. معكرونة. أكيد عريسة رايح ينكش بزبالة تبع إيطاليا. بتضل زبالة إيطاليا أجسام، مو مت زبالتك هون. شفيق شو رأيك نروح نبيع بطيخ وبيتنجان سوق الهال تبع إيطاليا؟ بتشلحك نص حقهم المافيا، خليك مقبور هون بزبالة أحلالك. أيوة. خلصونا، أخذتوا هوياتكم؟ إيه أخذناهم. وأنا ما بشيلة من الشنطة. برافو عليكي، يلا. أخذتي إبري وخيط معي قبلي؟ ليش الإبري والخيط؟ لا لأنه أنا الزر هذا تبع البنطلون بضل بينقطع، فما حلو قدامي ناضي الشرع يعني اسلوب ال إيه معه حق ينقطع، لابس طقم لواحد قد نصك. هلا قد نصي قد ربعي أصهري، ما عندي غيره. خلاص عمي خلاص، لك علي بس روح لإيطاليا لأبعت لك طقم فيرزاتشي زيد لي بياخذ العقل، ما حدا لبس أخوه، مشوا. منال أبي هذا الزيلي بينكش بالزبالة مثل حكايتي.
عفيف بوران انتو بتعرفوا بعض انتو؟ انا اللي بعرفه لك يخرب بيتك من حالك كل شي في حيلتي مصاري قشطني معهم هدول الجماعة ما في بحيلتهم شي ما معهم ولا الوتكة مصفرين عن خالص مدام عفيف اللي قدامك غير عفيف اللي بتعرفيه هل انتو بتعرفوا بعض من زمان؟ علاقة قديمة ايه بدي اكلك بلا ملح شفيق بديع وين هربتوا؟ ملا شو جابك لهون؟ اخذتك بهي هلا جيب اجا امي شي يا رجال هاي؟ قوم تعال معي مشي اوكي تعال عينك بالصوب يا اخي تعال تعال شو تعال يا قطة تعال أنا مهلك شوي 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 لا تخافي مثل غزة الدبوس لا أنا برا لا عم تضرب باي عم تضرب إذا رجال طلع برا هي الثاني شفت ليش حبيته بابا؟ قتل خمسة بقاسيون إبليك بقتلك بليلة ما فيها ضوء قمر وتكون مطفية الكهرباء إلهي سيدي مولاك مدام بوران أنا تبت وتبرعت بكل مصرياتي للوقف لأنه مصاري اللي نفضك تتبرع فيهم للوقف إذا صحي ضميرك الوقف مو بحاجتك أنا كنت مفكر رجع لكم ياهم بس لقيت إنه هدول المصاري إجوكم نتيجة نصب واحتيال فشرت بنص عينك واحد مثلك نصاب فشرت؟ شو نسيتي اني انا عامل الصفقات بايدي ولا بتحبي ذكريك؟ اول 50 مليون جيارتي كمان هدول نصاب انا كنت بدي رجع لكم ياهم بس فكرت شوي لقيت انه هدول المصاري هن الراس مال النصب والاحتيال هذا اولا ثانيا صرفتوهم حق مشاوير وسيارات وخلافه يعني بعزقتوهم بس انا لما تبرعت فيهم طلبت المغفره باسمي وباسمكم لكن لك فكري الله يقبل منا جميع قولي امين كتر خيرك ما نسيتنا عمي خلصونا هلا بتسكر المحكمه مشي مناول ابيض على البنطلون خلصونا